شنت مقاتلات العدوان السعودي غارتين على منطقة حدنان في مديرية مشرعة بمحافظة تعز، وأفاد مصادر محلية أن الغارات السعودية لم تسفر عن سقوط ضحايا. إلى ذلك أشارت المصادر إلى تواصل المواجهات بين الجيش المسنود باللجان الشعبية وميليشيات الحزب الإصلاح المدعومة من العدوان السعودي في حي الجمهوري وحوض الأشراف ومنطقة جبل الجرة، مؤكدة سماع دوي انفجارات عدة في بعض مناطق من مدينة تعز. كما عاودت مقاتلات العدوان السعودي استهداف محافظة